بالعلم ويا العمل ضريري جت للناس نور للأمل سابق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام على أشرف ورسول الخلق المرسلين. يعني درس آخر من سلسلة دروس اللغة الإسبانية إن شاء الله. درس اليوم هو los pronombres personales. los pronombres personales. ما معنى los pronombres personales؟ los pronombres personales de sujeto. ما معنى؟ معناها أنه los pronombres personales هي أنا، أنت، أنت، هو، هي إلى آخره. يعني يجب علينا معرفتها لأننا الآن يعني سوف ندخل في تصريف الأفعال إن شاء الله. إذا لدينا أنا، جو، 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 أنا، جو. أنت أو أنت، تو، أنت أو أنت، تو، تو، تو. لدينا هو، ال، ال. لدينا هي، أديا، أديا. ولدينا الجمع نوسوتروس. هناك جمع مذكر سالم، هناك جمع مؤنث سالم. نوسوتروس يعني نحن، نحن، نحن للذكور جمع مذكر سالم نقول نوسوتروس، وإذا كان مجموعة من الإناث نقول نوسوتراس. و بوسوتروس أيضا، بوسوتروس جمع مذكر سالم، مذكر سالم، جمع سالم نقول بوسوتراس. ولدينا للغائب جمع يعني الغائب مذكر سالم أديوس، أديوس مجموعة من الرجال غائبون، أديوس، ومجموعة من الإناث غائبات أدياس. سوف تقولون لي ما معنى أستاذ وأستاذات. بالنسبة لأستاذ يعني كلمة تستعمل، قد شرحناها في الدروس الماضية، تستعمل ل يعني للمحاولة يعني إعطاء، أو عندما مثلا نريد أن نحترم شخص نستعمل أستاذ، عندما نريد أن يعني وجمعها هو أستاذ. إذا جو أنا، تو أنت أو أنت، ال هو، أجا هي، أستاذ أيضا عندما نريد أن نتكلم مع شخص وهو أمامنا نستعمل أستاذ للاحترام. نوسوتروس للجمع المذكر السالم، ونوسوتراس لجمع المؤنث السالم. بوسوتروس وبوسوتراس، أستاذ نقول مجموعة من الأناس أو مجموعة من الأشخاص يعني أمام أعيننا، نريد أن نتكلم معهم ونستعمل الاحترام. أديوس مجموعة من الذكور للغائب، مجموعة من الإناث للغائبات. لدينا أدياس، أدياس، أدياس. إذن جو، تو، ال، أديا، أستا، نوسوتروس، نوسوتراس، أديوس، أديوس، نوسوتروس، نوسوتراس، بوسوتروس، بوسوتراس، أديوس، أديوس، و أستاذ. إذا هنا نكمل. لماذا يعني في الدرس الماضي استعملنا بريمير وسيكون دون وترثيرو
الآن تعرفون لماذا أظن؟ لأننا هنا مثلا إذا سألنا شخص وقال لنا كوال اس لا بريميرا بيرسونا ديل سينجولار، ماذا يعني هذا؟ مثلا لدينا los pronombres personales. إذا جو هي la primera. لدينا singular هنا singular مفرد، ولدينا plural جمع. إذا كم من persona هناك؟ هناك أولى la primera persona singular، ولدينا la segunda الثانية، ولدينا la tercera التي تمثل ثلاث ثلاثة، تمثل ال وتمثل اجا وتمثل استا. اذا لدينا la primera persona plural تمثل nosotros و nosotras، ولدينا la segunda persona plural تمثل vosotros و vosotras، ولدينا la tercera persona plural تمثل ellos ellas و ustedes. اوكي الان الشايبة. اذا كوال es la primera persona del singular. إذا نقول في الجواب la primera persona del singular es yo. ¿Cuál es la segunda persona del singular? إذا la segunda persona del singular es tú. إذا ¿Cuál es la tercera persona del singular? الثالثة. لدينا ثلاثة عناصر. إذا نقول la tercera persona del singular son él, ella و usted. إذا ¿Cuál es la primera persona del plural? إذا في plural الأولى لدينا اثنان. لدينا nosotros ولدينا nosotras. إذا la primera persona del plural son nosotros و nosotras. و ¿cuál es la segunda persona del plural? إذا la segunda persona del plural son vosotros و vosotras. و ¿cuál es la tercera persona del plural? إذا la tercera persona del plural أيضا لدينا ثلاثة. إذا la tercera persona del plural son ellos, ellas و ustedes. شاهدوا الآن على الصورة. إذا yo la primera persona del singular. Tú la segunda persona del singular. Él, ella, usted son la tercera persona del singular. إذا la primera persona del plural nosotros o nosotras. La segunda persona del plural vosotros o vosotras. و la tercera persona del plural ellos, ellas و ustedes. انتهى هذا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.